العالمين. السلام عليكم أيها المشاهدون، السلام عليكم أيها المعزون، السلام عليكم يا من تشاهدون ضريح الإمامين الجوادين عليهما السلام من العتبة الكاظمية المقدسة. أحييكم وأنا بحضرة الإمامين الجوادين عليهما السلام والذين يقبلون ويأتون ويزحفون لحضرة الإمامين الجوادين عليهما السلام لكي تعتبر هذه النقطة المباركة نقطة انطلاق لكربلاء المقدسة ونقطة الانطلاق لتجديد العزاء في يوم 20 صفر وتجديد العزاء بمصاب الإمام زين العابدين عليه السلام بأبيه الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، حلفت بمبتورة الإصبع، حلفت بمبتورة الإصبع، وما رضت الخيل من أضلعي، وبالرأس راح يقيم الصلاة وجوبا على الأسل الشرع، ومهد حواك وتغريدة لجبريل خادمك الأطوع، لجبريل خادمك الأطوع، سألت أسيرك بين الضلوع، أحقا أحبك أم يدعي، أحقا يشد إليك الرحال مشد الوريد على المبضع، فإن لم يبايعك مني الفؤاد تبرأت منه ومن مرضعي، فإن لم يبايعك مني الفؤاد تبرأت منه ومن مرضعي. ما زالت العتبة الكاظمية المقدسة تفتح ذراعيها لزوار الإمام الحسين عليه السلام ولكي تقدم لهم ما هو جيد وما هو فيه خدمة لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الزائرين الأفاضل الأعزاء خدام الحسين أخواني أعزائي المقبلين إلى العتبة الكاظمية المقدسة، ما شاء الله تبارك الرحمن، نحن كنا نظن من أنه زيارة الأربعين تختصر على كربلاء فقط، ولكن زيارة الأربعين أصبحت في العتبة الكاظمية المقدسة وفي سامراء وفي كل العتبات المقدسة كأنما تشعر أن الإمام الحسين عليه السلام هو القلب الذي ينبض، والشرايين هي العتبات المقدسة التي توصل الزائرين إلى تلك المنطقة المقدسة وإلى ذلك المشهد المعظم. العتبة الكاظمية المقدسة كما دونت يا إخواني يا أعزائي يعني قسم الآليات أكثر من 400 طلعة يومياً على مدار 24 ساعة في خدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وكذلك المضيف مضيف العتبة الكاظمية المقدسة وبكل شرف يقومون في خدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام أكثر من 50,000 وجبة طعام خدمة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وكذلك المبيت أكثر من 17 موقع تسكين ومبيت موزعة في مدينة الكاظمية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة، وكذلك أهالي الكاظمية كل بيت في الكاظمية المقدسة أصبح عبارة عن موكب لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وكذلك العتبة الكاظمية المقدسة أعلنت النفير العام لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أنا من هذا الموقع وهذا المشهد المعظم والمشهد المقدس أدعو من الله تعالى بحضرة الإمامين الجوادين عليهما السلام أن يحفظ كل زوار الإمام الحسين عليه السلام وأن يجعلهم يصلون سالمين غانمين موفقين بزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وحقيقة تلك الثورة وتلك الصرخة لبيك يا حسين لن تتوقف، كما ذكرنا سالفا وكما ذكروها من قبلنا وكما رددها إمامنا زين العابدين وكما رددتها زينب الحوراء سلام الله عليها في يوم عاشوراء، وتلك الثورة العظيمة التي تواصلت بدماء الشهداء والتي لا تنقطع أبدا، ومسير كربلاء ومسير الحسين عليه السلام الذي أصبح طريقا مهيعا لكل الزائرين والوافدين والقاصدين من كل الجنسيات قد أقبلوا إلى العتبة الكاظمية المقدسة لكي ينطلقوا من هذا المكان المقدس إلى كربلاء المقدسة. وحقيقة نحن
بخدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونحن نكون جسراً لكل طيب ولكل قاصد إلى العتبة الكاظمية المقدسة بكل أقسامها، بكل شعبها، بكل وحداتها، بكل منتسبيها، بكل من يكون في خدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وأقول وأنا بحضرة أبي عبد الله الحسين: السلام على زينب الحوراء، السلام عليك يا ابنة سيدة النساء، السلام عليك يا أخت أبا الفضل العباس، يا أخت الحسين، السلام عليك يا من شاركت الحسين بالكفاح، السلام عليك يا زينب الحوراء، لا ينال المجد إلا أن تعوف عيشة الذل وتحيا بالحتوف، إن من قال خذيني يا سيوف علم الناس صعود القمم. أحضرك ما أعوفك ساعة المحشر، على الموعد أجي يمكم ولا أبعد وعوفنكم، محاميكم وحق حيدر محاميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، تزوروني أساميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، أساميكم أسجلها أساميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، تزوروني. يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني، يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني، بالقطعة وجفوفة وصاح لدركني، صحت ويلا يا اخويا والظهر محني، كسر ظهري سهم هجره، نفذ صبري بعد عمره، أوصيكم على الراية أوصيكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، تزوروني أعاهدكم، تعرفوني شفيع الكون، أساميكم أسجلها أساميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، أساميكم أسجلها أساميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، تزوروني. يا من قاصد إلي والدمعة تجريها، أعرف حاجتك مو داعي تحجيها، يا من قاصد إلي والدمعة تجريها، أعرف حاجتك مو داعي تحجيها، وحق نحر الرضيع الحاجة أقضيها، يا زاير عاهدت كل علة أشفيها، أخو زينب فرح بيكم، هلا ومرحب يناديكم، يحييكم أبو الغيرة يحييكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، تزوروني أعاهدكم، تعرفوني شفيع الكون، أساميكم أسجلها أساميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، أساميكم أسجلها أساميكم، هلا بيكم يا
زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطف تحضروني زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطف تحضروني ما أمشي سير ولا يسلبوني ولا بسياطهم قدروا يضربوني تناديني أنا بحيرة وصد عيني لابو الغيرة أبجيكم على مصاب وأبجيكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم تزوروني تزوروني أعاهدكم تعرفوني شفيع لكم نعم ما زالت صرخة الاستنكار التي أطلقها الإمام الحسين عليه السلام عندما قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير دليل وخير مصداق زوار الإمام الحسين عليه السلام يأتون في الحضرة الكاظمية المقدسة يعني أنا أتذكر هذه الأبيات الشعرية للإمامين الجوادين عليهم السلام بحقهما لذ بالجوادين اللذين هما ما برحا للجود بابين لذ بالجوادين اللذين هما ما برحا للجود بابين ما خاب من يرجو جوادا فهل يخيب من يرجو جوادين أنا أقول يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين خذ بأيدي أنصارك يا حسين فإنهم قد أقبلوا إليك يا حسين لكي يستلهموا من تلك النهضة الحسينية النهضة الزينبية النهضة العاشورائية الصرخة التي بقيت على مدار الدهور من سنة 1000 أو سنة 61 للهجرة إلى سنة 1437 تبقى تلك الصرخة وتلك المسيرة المسيرة التي جددها جابر الأنصاري وعطية العوفي في يوم 20 من صفر والتي أتى بها الإمام زين العابدين عليه السلام مع الرعيل الهاشمي رغم الويلات رغم الأحزان نجد أصغر طفل وأصغر جندي في يوم عاشوراء أصبح شوكة في عيون يزيد بن معاوية وطغمة يزيد ونجد صرخة زينب الحوراء سلام الله عليها عندما وقفت بذلك الموقف المشرف العظيم التي بيضت به وجه علي بن أبي طالب عليه السلام ووجه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقفت أمام يزيد قالت فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا وهذا هو المصداق وهذه هي الحقيقة إنه ليس خيال ننسجه من نسج أفكارنا بل هي حقيقة حقيقة حسينية حقيقة زينبية حقيقة كربلائية هذه الحقيقة التي انتشرت من كل في كل أصقاع وبقاع العالم زوار الإمامين الجوادين عليهم السلام إن شاء الله أخواننا وأعزائنا في كنترول بث تلفزيون الجوادين يوصلوا لكم إن شاء الله هذه الصورة المباركة لضريح الإمامين الجوادين عليهم السلام وثيابية الزوار الأعزاء خدام الحسين المقبلين إلى العتبة الكاظمية المقدسة وهذا ضريح الإمامين الجوادين عليهم السلام هذا الضريح الذي تفانت من حوله أبدان العاشقين الذي ذابت به قلوب الموالين والعاشقين للإمامين الجوادين عليهم السلام هذا الضريح الذي كل مسحة كف فيها شفاعة وفيها بركة وفيها عطاء وفيها مغفرة هذه الأيادي التي ترفع من حول ضريح الإمام الحسين عليه السلام نفس الأيادي التي رفعت مع الإمام الحسين عليه السلام وهم أنصار الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء نتذكر حبيب بن مظاهر نتذكر زهير بن القين نتذكر الحر بن يزيد الرياحي نتذكر عابس الذي قال أجنني حب الحسين هذا هو ضريح الإمامين الجوادين عليهم السلام الذي طافت من حوله الأيدي والتي تفانت من حوله الأبدان نعم تلك القبة الشماء تلك القبة التي صلت عليها جباه الأمجاد تلك القبة التي رفعت
عليها راية ترفرف باسم الله، تلك القبة التي مثلت الإمامين الجوادين عليهما السلام، سلام على موسى بن جعفر، سلام على محمد بن علي الجواد، على محمد بن علي الجواد، سلام على القلوب، سلام على القلوب التي لبت نداء يا حسين، سلام على الأرواح التي تفانت بحبك يا حسين، سلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، سلام على زينب الحوراء، سلام على من نادى يا حسين، سلام على من ردد يا حسين، سلام على تلك الأقدام التي مشت في طريقك يا حسين، سلام على تلك المسيرة التي لن تنقطع ولن تنقطع أبدا، سلام على دمعة زينب، سلام على استغاثة زينب، سلام على صرخة رقية، سلام على بكاء رقية، سلام عليك يا زين العابدين، سلام عليك يا أبا الفضل العباس، سلام على موسى والجواد، ورحمة الله وبركاته. يمه وشلون أقبل نحر مقطع، يمه يا غالي تتهشم لك الضلع، يمه وشلون أقبل نحر مقطع، يمه ويا مدمع زينب يسيل، يمه دمع ويا مدمع زينب يسيل، ودعتك ودعتك الله يا ابني، ما شاء الله موعدنا بالطف يا ظول مقضي الحمي نشمي، ودعتك يا ما على صدرك، يا ما على صدرك تسحق الخيل، يمه يا ما على صدرك تسحق الخيل، يمه يمه لا تبكي دموع عذبتني، للشاعر السيد عبد الخالق المحنى، يمه لا تبكي دموع عذبتني أكثر من الكسر يا ابني ألمتني، أكثر من الكسر يا ابني ألمتني، ما أودعك وانت جرح عفتني، ما أودعك وانت جرح عفتني، نلتقي بالطف وأقول لك شيبتني، نلتقي بالطف وأقول لك شيبتني، يا الغالي تتهشم لك الضوء، وشلون أقبل نحر مقطوع، يا الغالي تتهشم لك الضوء، وشلون أقبل نحر مقطوع، دمعي ويا مدمع زينب يسيل، يمه دمعي ويا مدمع زينب يسيل، ودعتك الله ودعتك الله يا ابني، هلا ما شاء الله، موعدنا بالطف يا ظول، ما شاء الله ودعتك، يوم أعلى يوم أعلى صدرك تسحق الخيل، يوم أعلى صدرك تسحق ألطم ألطم، يوم أي البتية بضربة البسمار دمعة، سهم المثلث ترى قلبي قطعة،
السهم المسلس ترى قلبي قطع من العتبة الكاظمية المقدسة من أنفاس زوار الإمامين الكاظمين عليهم السلام وزوار الإمام الحسين عليه السلام. نصب المخيمات يعني تم نصب المخيمات حول العتبة الكاظمية المقدسة بإشراف العتبة الكاظمية المقدسة وفي داخل العتبة الكاظمية المقدسة أيضا لإيواء الزائرين خدام الحسين عليه السلام وتقديم الخدمات بأنواعها لزوار الإمام الحسين عليه السلام، وهذا شرف عظيم لخدام الإمامين الجوادين عليهم السلام يعني يقدمون هذه الخدمة المباركة لزوار الإمام الحسين عليه السلام، ويعني نتمنى من الله عز وجل أن ننال استحسان مولانا صاحب العصر والزمان في هذه الخدمة المباركة. إذن يا أخواني يا أعزائي، هذه المسيرة العظيمة المباركة للإمام الحسين عليه السلام التي بقيت على مدار الدهور كما ذكرنا سلفا، والتي أطرتها وتوجتها تلك الخدمة الحسينية لزوار الإمام الحسين عليه السلام. كل الجنسيات قد أقبلوا لزيارة العتبة الكاظمية المقدسة. حقيقة يعني أنت حتى تشوفون مثلا يعني أكو في التعامل مثلا إذا كان من الجنسية الأجنبية ما تستطيع التكلم معه، ولكن هنالك مفهوم واحد هو الإمام الحسين عليه السلام وعشق الإمام الحسين عليه السلام. لا نفرق بين صغير بين كبير بين أجنبي الجنسية، كل الولاء يعني يربطنا بالإمام الحسين عليه السلام، والخدمة قائمة في العتبة الكاظمية المقدسة لزوار الإمام الحسين عليه السلام. أتمنى من الله عز وجل بحق الإمام الحسين وببركات الإمام الحسين وأنفاس الإمامين الجوادين عليهما السلام أن تمضي هذه الزيارة بخير وبركة وانتصار لحشدنا المقدس والجيش. طبعا أنا نسيت أن أذكر يعني أبطال الحشد المقدس، الله إن شاء الله يوفقهم بحق محمد وآل محمد المرابطين في جبهات القتال، وهم الآن الذين يجاهدون ويدافعون عن أوطاننا وعن وطننا الحبيب العراق الحبيب. وكذلك أدعو للقوات الأمنية في كل العتبات المقدسة وفي كل أنحاء بغداد وفي كل أنحاء الديوان، بل كل في كل أنحاء العراق عفوا، لهم بالتوفيق إن شاء الله. وإن شاء الله تكون هذه المسيرة الحسينية المباركة التي اشتركت مع مسير الحوراء زينب ومع مسير الإمام الحسين عليه السلام أن تكون شوكة في عيون الداعشيين بحق محمد وآل محمد. هم ظنوا بأن هذه الزيارة الأربعينية ستنتهي، ولكن لا تنتهي. الآن أنتم تنظرون إلى القنوات الفضائية، لقد أخذت الزيارة الحسينية الزينبية العباسية السجادية منحى كبير. يعني مثل ما ذكرت كنا نظن من أنه زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام يا أخواني يعني مختصرة في كربلاء المقدسة، ولكن أصبح الصدمة للأعداء ليست لنا. احنا متوقعين من أنه زيارة الإمام الحسين تتوسع الرقعة الجغرافية مالتها، والله أعلم بعد سنة سنتين ثلاث سنين 10 أعوام أكثر من تلك السنين كيف ستكون تلك الزيارة المباركة واستقبال الزوار. ندعو من الله عز وجل أن يوفقنا لتقديم الخدمة للزوار أبي عبد الله الحسين، وتكون تلك الزيارة كما ذكرت شوكة في عيون الداعشيين وأحباب علي بن أبي طالب وزوار الإمام الحسين عليه السلام وعشاق الإمام الحسين، هم شوكة في عيون الأعداء. وإن شاء الله ستنتصر كربلاء، وإن شاء الله ستنتصر العتبات المقدسة، وسينتصر العراق وأبناء العراق من كل أطياف العراق قد ذهبوا للإمام الحسين عليه السلام. المسيحي والإيزيدي والصابئي أعلنوا التعاهد مع زوار الإمام الحسين عليه السلام، هذا مصداق لقول الإمام الحسين. ليش؟ لأن الإمام الحسين عليه السلام الثورة مات إصلاحية، مو ثورة أممية أو ثورة فئوية أو ثورة عنصرية أو ثورة مذهبية، لا، هي ثورة لكل العالم. وخير دليل تجد الزوار من المسيح من الإيزيديين من كل الطوائف بكل ألوانهم بكل معتقداتهم يأتون للإمام الحسين عليه السلام، لأنه الإنسان، لأنه الذي عبد طريق الإنسان للبشرية، وهذا هو الإمام الحسين. وتجد الآن كربلاء المقدسة، كربلاء العظيمة، كربلاء التي كانت أرض قاحلة، ولكن ببركة الإمام الحسين عليه السلام أصبحت دولة، وفي كل مكان يذكر الإمام الحسين عليه السلام. وحتى وإن أرادوا أن يشنوا هجمات على كربلاء المقدسة لن يستطيعوا، لأن عشق الحسين في قلوبنا وعشق الحسين بأرواحنا بل في أنفسنا، وعشق الإمام الحسين
هو باق مع أنفاسنا، ولا تنقطع تلك الصرخة ولا ينقطع ذلك النفس الذي رددته الحوراء زينب سلام الله عليها على قبر الإمام الحسين في يوم 20 من صفر، بعدما أقبل الإمام زين العابدين عليه السلام واستقبله جابر الأنصاري وزينب كما ذكرنا، كما وقفت بتلك الوقفة، الوقفة العظيمة والتي ذلت بها يزيد وطغمت يزيد، ولكن أصبحت منكسرة القلب على من؟ على حبيبها الحسين، على عشيقها الحسين الذي هو نور الأعين، الذي هو بادلها وشاطرها الثورة والكفاح. لبيك يا حسين. أنا أقول من حضرة الإمامين الجوادين عليهما السلام، وبعد قليل إن شاء الله بإذن الله تعالى ستكون المراسم العبادية لقراءة زيارة الإمامين الجوادين عليهما السلام. السلام على الإمامين الجوادين عليهما السلام، السلام على زوار الإمام الحسين عليه السلام. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. تعرفوني شفيعكم، أساميكم أسجلها أساميكم.